أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، والبداية مع العناوين. عبد الحفيظ: تجديد عقد البدري مسألة وقت. البدري: الداخلية منافس قوي وخطوة مهمة للحفاظ على لقب الكأس. فحص طبي لأزارو وربيع يطير لألمانيا. وعالميا: الصحافة الإنجليزية تتغنى بالعملاق محمد صلاح. يا بخت مصر بيك يا محمد. صارت هذه الاهداف من اختصاص محمد صلاح. تشعر بالفخر، تشعر بالاعتزاز كعربي كمصري لان محمد صلاح سجل. صلاح، محمد صلاح، هذا الصغير، هذا القصير لكن لم يكن كذلك في الكرة الماضية. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أكد السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن تجديد عقد حسام البدري المدير الفني للفريق مسألة وقت فقط. وأوضح عبد الحفيظ أن الاجتماع الذي دار مع محمود الخطيب رئيس النادي بالإمارات لم يناقش هذا الأمر. وعن عودة عماد متعب بعد نهاية إعارته للتعاون، أكد عبد الحفيظ أن القرار الفني يرجع للبدري، موضحا أن الأهلي لا يمانع تكريم عماد متعب مثلما حدث مع حسام غالي، ولكن القرار في النهاية للاعب. ما زلنا مع مدير الكرة الذي أكد أن مسألة عودة رمضان صبحي جناح ستوك سيتي في يد اللاعب وفريقه الإنجليزي. وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات له اليوم أن حسام غالي لاعب وسط وقائد الفريق قرر إنهاء مسيرته الكروية ورفض البقاء في الملاعب، وسيعتزل نهائيا في 11 من مايو المقبل بمباراة ودية في الإمارات. ونفى عبد الحفيظ ما تردد حول عودة حسين السيد الظهير الأيسر المعار للاتفاق السعودي، مؤكدا أن العروض التي تلقاها أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق مجرد كلام من الوكلاء ولا ترتقي للعروض الرسمية. أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أهمية وصعوبة مواجهة الداخلية والمحدد لها
بعد غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الدور 16 لبطولة كأس مصر. وأوضح البدري أن الفريق أغلق صفحة مباراة سموحة الأخيرة وملف الدوري بشكل عام من أجل التركيز في مباراة الداخلية نظرا لأهميتها، مشددا على أن الأهلي سيواجه منافسا قويا ومحترما. وأضاف المدير الفني للأهلي أن مباريات الكأس بشكل عام لا تعترف سوى بالمجهود، وأنها عادة ما تحمل المفاجآت، وهو ما يسعى الأهلي لتفاديه بالتركيز الشديد واحترام المنافس. وشدد البدري على أنه سوف يستعين ببعض اللاعبين الغائبين عن الفريق الفترة الماضية نظرا لكثرة الإصابات التي تسببت في غياب البعض عن لقاء الداخلية. يخضع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم الأربعاء يحدد موقفه بشكل نهائي من المشاركة أمام الداخلية في المباراة المقبلة. ورفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري التعجل في الدفع باللاعب خلال المران الجماعي لحين انتهاء برنامجه التأهيلية حتى لا تعوده الإصابة من جديد. وخضع أزارو خلال الأيام الماضية برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام العضلة الخلفية التي لاحقته بسبب الإجهاد. خضع رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي أمس الثلاثاء عقب عودته من ألمانيا. وقال خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب حصل على موافقة بالسفر مجددا إلى ألمانيا مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال برنامجه التأهيلي هناك. وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سوف يخضع للحقن بالبلازما أثناء فترة برنامج العلاج الطبيعي في الفترة المقبلة بألمانيا تحت إشراف الطاقم الطبي الذي يتابع حالته. وأشار طبيب الأهلي إلى أن استكمال اللاعب لبرنامجه التأهيلي في ألمانيا يأتي من أجل تقليص فترة التأهيل وعودته للملاعب مرة أخرى. تعافى صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حالة الإجهاد العام التي عانى منها عقب مشاركته في معسكر المنتخب الأولمبي الأخير. وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن محسن بات جاهزا للمشاركة في المباريات بعد مباراة الداخلية المقبلة وكذلك التدريبات الجماعية للفريق. يخضع سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي أخير غدا الخميس قبل المشاركة في التدريبات الجماعية. وكان اللاعب قد خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وشهدت الفترة الماضية تحسن حالة اللاعب والذي أدى تدريبات بدنية قوية في المرحلة الأخيرة من التأهيل. واشتكى سعد من إجهاد شديد في العضلة الخلفية عقب مشاركته مع المنتخب الوطني الأول في معسكر سويسرا والذي خاض خلاله المنتخب لقاءين وديين أمام البرتغال واليونان.
وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتشي بالجزيرة، ويستعد الفريق لملاقاة الداخلية في دور 16 لبطولة كأس مصر والمقررة الجمعة المقبل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بيك. أهلا بك يا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. محمد، عايزين نعرف كواليس التدريبات النهاردة وطمنا كمان عن حالة المصابين. طيب هبدأ معاكي من البداية. يمكن الفريق النادي الأهلي استأنف تدريباته ووصل استعداداته لمباراة الداخلية في كأس مصر إن شاء الله مقرر إقامتها بإذن الله مساء بعد غد الجمعة على استاد السلام. التمرين بدأ متأخر، يعني كان من المقرر يبدأ في حدود الساعة 4:30، لكن بدأ حوالي الساعة 5:50. كانت في محاضرة فنية بالفيديو استمرت حوالي مدة 45 دقيقة. كان الكابتن حسام البدري يعني قدر الإمكان بيحاول يلقي الضوء على فريق الداخلية ومواجهة فريق الداخلية بالنسبة للاعبين من خلال شرح فني للمباراة اللي هيخوضها بإذن الله يوم الجمعة في كأس مصر. وبالتالي محاضرة كانت مهمة جدا، ومع قرب أو مع العد التنازلي للمباريات الهامة بالنسبة لفريق النادي الأهلي بيكون في محاضرات فيديو ومتابعة للفرق التي يواجهها فريق النادي الأهلي. بعد المحاضرة الفريق نزل لأرضية الملعب. النهاردة الجهاز الفني كان موجود بالكامل، كان كابتن فرد تحفيز بالأمس ما كانش موجود، النهاردة كان متواجد مع الفريق، وكابتن حسام بدري كان بيقود التدريبات النهاردة. بدأ بمحاضرة سريعة في منتصف الملعب، ثم استمر المران البدني مدته حوالي 35 دقيقة. ده كان مران بدني مكثف استمر مدته 35 دقيقة لزيادة معدلات اللياقة البدنية لعدد من اللاعبين، في ظل إن كان في البعض حصل على راحة في الفترة الأخيرة نتيجة إن طبعاً الأهلي كان حسم بطولة الدوري، وما بين الاستعداد لعدد آخر من اللاعبين وجاهزيتهم لمباراة الكأس القادمة. بعد الجزء البدني كان في تقسيمة فنية، التقسيمة كانت قوية جداً لدرجة إن عدد من اللاعبين تعرضوا لبعض الإصابات الخفيفة، يعني كان حتى الشناوي اشتكى كده من إصابة خفيفة في العضلة الخلفية. نزل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وضع له لاصق طبي، وبعد كده عاد لاستكمال التدريبات مجددا. حتى صلاح محسن في احدى الكرات المشتركه تعرض للالتواء في القدم، لكن الدكتور نزل وقدر ان هو يكمل المران. يمكن وانا بتكلم معاكي خلاص يمكن الفريق خلاص بينهي التدريب في هذه اللحظات، وده التدريب الاساسي والرئيسي باذن الله لمباراه الداخليه، لان خلاص بكره هتكون ليله المباراه. بالنسبه لحاله المصابين هي اللي سالتيني عليها، يمكن في ثلاث لعيبه طبعا الجهاز الفني بيحاول قدر الامكان ان هم يلحقوا للمباريات القادمه، سعد سمير وعلي معلول ووليد ازارو. النهارده الثلاثه كانوا موجودين في التاهيل حول الملعب بالجري حول الملعب، كان مران تاهيلي مع الدكتور طارق عبد العزيز. عارفين ان سعد وازارو عندهم اجهاد في العضله الخلفيه، لكن علي معلول قدمه في الكاحل. غدا هيتحدد موقف ازارو، لكن سعد سمير وعلي معلول بنسبه كبيره طبعا بعيدين تماما عن اللحاق في مباراه الكاس، ان هم من ساعه ما انتهت الاجنده الدوليه مباراه المنتخبات ما كانوش بيشاركوا في اي مران جماعي. أزارو هيتحدد غدا، لو شارك في المران الجماعي الجهاز الفني هو اللي هيحدد موقفه ما بين ان هو يلحق بالمباراه ام لا. عمرو السوليه كان غايب المباراه الاخيره نتيجه الانذار الثالث، لكن جاهز للمباراه القادمه بخلاف وليد سليمان وحسام عاشور وعدد من اللاعبين ان شاء الله هيكونوا جاهزين بالنسبه للمباراه القادمه امام الداخليه في كاس مصر. يعني بنتمنى كل التوفيق للفريق في المباراه القادمه وكمان الشفاء العاجل للمصابين. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. الأهلي كيان، الأهلي رمز، الأهلي عزيمة، الأهلي إصرار، الأهلي دايما بيلعب حتى الثانية الأخيرة. في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. سمير كابونا في الوقت القاتل. أقدامك فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدافين بروعة المبدعين. مش معقولين في المرة في الدقيقة 94. شاركت الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في فعاليات مؤتمر دور الرياضة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي، والذي تنظمه وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين.
وألقت عنوان كلمتها في المؤتمر بعد مشاركتها بورقة عمل عنوانها الرياضة بوابتنا لمجتمع أكثر سلاما، والتي تناولت دور الرياضة في تحقيق الأهداف الاجتماعية للتنمية المستدامة، وركزت على جودة التعليم والصحة وكذلك المساواة ونبذ العنف والخلافات ومحاربة الجوع والفقر عن طريق الرياضة. وكرمت إدارة المؤتمر ووزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية الدكتورة رانيا علواني ضمن مجموعة المتحدثين تقديرا لمجهوداتها المثمرة. وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة والمنتخب الوطني، أرسل اتحاد الكرة اليوم البطاقة الدولية الخاصة بلاعب النادي الأهلي عبد الله السعيد للاتحاد الفنلندي عقب رحيله بشكل رسمي لنادي كابيون بالسوارا على سبيل الإعارة لمدة شهرين. وتمت إعارة السعيد لكابيون الفنلندي من أجل تجهيزه للمشاركة مع المنتخب الأول في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقرر إقامتها في روسيا صيف العام الحالي، بعد قرار مجلس إدارة الأهلي بالاستقرار على إعارته أو بيعه بنهاية الموسم الحالي. تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 4000 مشجع لمباراة الأهلي والداخلية المقرر إقامتها بعد غد الجمعة ضمن منافسات دور 16 من عمر بطولة كأس مصر. وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية أن الأمن وافق على حضور 2000 مشجع للأهلي ومثلهم للداخلية في اللقاء الذي سيحتضنه استاد السلام. ويبحث الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري عن التتويج بالثنائية المحلية بعدما حقق الفريق لقب الدوري العام هذا الموسم للمرة 40 في تاريخ القلعة الحمراء في توقيت قياسي قبل انتهاء منافسات البطولة بستة أسابيع كاملة. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إلغاء الجلسة الودية التي كان مقرراً انعقادها اليوم لمناقشة بعض الملفات وفي مقدمتها سفر الأعضاء إلى روسيا لحضور مباريات المنتخب الأول المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 من يونيو إلى 15 من يوليو القادم. وألغيت جلسة مجلس الجبلية نظراً لانشغال عدد من الأعضاء ببعض الأعمال الخاصة بهم ليتم تأجيلها إلى اجتماع رسمي للمجلس نهاية الشهر الجاري. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الملغية تحديد رؤساء بعثة المنتخب في وديات الكويت وكولومبيا وبلجيكا، والمقرر لها أيام 26 من مايو والأول والسادس من يونيو القادم. توجه إيهاب لهيطة مدير المنتخب الأول لكرة القدم إلى الكويت في زيارة تستغرق يوما واحدا لوضع الترتيبات النهائية للمباراة الودية المقرر إقامتها بين منتخبي البلدين هناك يوم 26 من مايو المقبل في إطار الاستعداد الجاد لمشاركة الفراعنة في نهائيات كأس العالم بروسيا. وأكد لهيطة أن الفترة الحالية تشهد إعداد الترتيبات النهائية لمباراتي كولومبيا في إيطاليا يوم الأول من يونيو المقبل وبلجيكا في بلجيكا يوم السادس من يونيو المقبل. وألمح مدير المنتخب إلى أن الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للفريق يتناقش حاليا مع جهازه المعاون لدراسة الأسماء المقترحة لضمها إلى المعسكر النهائي على أن يتم الإعلان عنها قبل 15 يوما من انطلاقه. وكانت قرعة مونديال 2018 أوقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى،
تضع اللجنة العليا المنظمة للبطولة الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والتي ينظمها النادي الأهلي، وتنطلق بعد غد الجمعة وتستمر حتى 23 من إبريل الجاري لمستها الأخيرة على حفل افتتاح البطولة وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة وتذليل أي تعاقبات تواجههم قبل انطلاق المنافسات. وتواصل اللجان المنظمة للبطولة تحركاتها على كافة الأصعدة للاطمئنان على سير الأمور بشكل جيد فيما يتعلق بحفل افتتاح البطولة بعد غد الجمعة، وكذلك تحركات الفرق المشاركة وموعد المباريات والتدريبات بجانب إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بدعوات الحضور في الافتتاح وترتيب أماكن ضيوف في المقصورة الرئيسية بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. طرحت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا لكرة اليد رجال وسيدات اليوم دفعة جديدة من البطاقة الموحدة لحضور مباريات بطولتي إفريقيا لليد. وأعلنت اللجنة عن طرح دفعة جديدة من البطاقات في 12 ظهر اليوم الأربعاء بمنافذ البيع بمقر النادي بالجزيرة. وكانت اللجنة قد طرحت الدفعة الأولى من التذاكر أمس، وحددت اللجنة مبلغ 25 جنيها قيمة البطاقة الموحدة التي تمنح حاملها أحقية حضور جميع مباريات البطولتين. يعقد في 10 من مساء اليوم الاجتماع الفني لمباراتي السوبر الإفريقي لليد رجال وسيدات بحضور مندوبين من الأهلي والزمالك وبريميرو الأنجولي وفاب الكاميروني والاتحاد الإفريقي للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالأمور الفنية المتعلقة باللقاءين. ويقام لقاء السوبر الإفريقي غدا الخميس، ويبدأ في 6 بمواجهة فريقي بريميرو الأنجولي وفاب الكاميروني في منافسات السيدات، ويعقبه لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك في 8 مساء على صالة استاد القاهرة الدولي. ومن المقرر أن تذيع قناة الأهلي المباراة على الهواء مباشرة. أكد محمد مصلح المدير الفني لفريق الكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي أن فريقه جاهز لمواجهة طلائع الجيش مساء اليوم الأربعاء في نهائي كأس مصر في المباراة التي تجمع الفريقين على صالة استاد القاهرة. وأضاف مصلحي: نتطلع لحسم لقاء اليوم والتتويج باللقب المحلي، وبالطبع ستكون مباراة صعبة للغاية خاصة وأنها ستكون أمام فريق قوي جدير بالاحترام. وأوضح مصلحي أن دوافع لاعبي الأهلي في مباراة اليوم التتويج باللقب كبيرة للغاية، خاصة أن الجميع يتطلع لحصد كأس مصر لتحقيق ثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بالدوري وبطولة إفريقيا. ومن المقرر أن تذيع قناة الأهلي المباراة على الهواء مباشرة في 8:30. فاصل قصير ونعود للأخبار العالمية، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد ومع الأخبار العالمية. تختتم اليوم في 9:45 بتوقيت القاهرة مباريات الدوري ربع نهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني يوفنتوس الإيطالي، ويحل إشبيلية الإسباني ضيفا على بايرن ميونخ الألمانية. ويسعى ريال مدريد لتأكيد تفوقه والتأهل لنصف نهائي عقب الفوز على يوفنتوس في مباراة الذهاب بإيطاليا بثلاثية نظيفة. وعلى ملعب أليانز أرينا يسعى الفريق البافاري لحسم بطاقة التأهل لنصف نهائي على حساب إشبيلية الذي فشل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جمهوره في المباراة التي انتهت بفوز البايرن بهدفين لهدف. وكان ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي قد نجحا في خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي أمس على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني. أبدى المدرب الألماني يورغن كلوب سعادة كبيرة لتأهل فريقه ليفربول إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مضيفه مانشستر سيتي 2-1 في إياب دوري الثمانية. وقال كلوب الأمر لا يتعلق بالأداء المتكامل ولكن بالنتيجة الشخصية، الحالة الذهنية، الكفاح الحقيقي من أجل الفوز. وأضاف: لقد دفعنا بشكل جيد، لم تكن أفضل مبارياتنا لكننا نستحق الفوز والتأهل. أكد محمد صلاح النجم ليفربول الإنجليزي أنه غير مركزه أكثر من مرة أمام مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن فريقه عاد في النتيجة وقدم مباراة قوية ليحقق التأهل بدوري الأبطال. وقاد صلاح ليفربول إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعد غياب 10 أعوام، بعدما سجل هدفا في الفوز الذي حققه فريقه بنتيجة 2-1 ليتأهل في نتيجة مجموع المباراتين ذهابا وإيابا 5-1. وقال صلاح أن الهدف جاء في توقيت جيد لأنهم كانوا يعتمدون على الضغط العالي وأتيحت لهم أكثر من فرصة. وأضاف: عانينا قليلا في البداية بعدما سجل السيتي بعد مرور دقيقتين من عمر اللقاء، وبعد ذلك عدنا في النتيجة وقدمنا مباراة قوية وحققنا المطلوب. تغنت الصحافة الإنجليزية بالمصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، مشيدة بأدائه وإنقاذه للريدز في مهمة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما ركزت على خروج مانشستر سيتي على يد الريدز وطرد المدرب الكتالوني بيب غوارديولا خلال اللقاء، وتأهل التاريخي لروما الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. واختارت صحيفة دالي تيليغراف عنوان غضب غوارديولا، ونشرت معه صورة لمدرب السيتي وهو يضع أصبع السبابة على فمه ويأمر الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز بالصمت. وأشارت صحيفة ميل إلى أن صلاح زار الشباك وتبدد حلم السيتي، وتحدثت أيضا عن الخروج المفاجئ لبرشلونة في ملعب الأولمبيكو بروما، معتبرة أن ميسي وبرشلونة سقط في مذبحة روما. أما صحيفة الجارديان فأشادت بمحمد صلاح محرز الهدف الأول للريدز. قبل الاتحاد، أعرب المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن حزنه لخروج فريقه مانشستر سيتي من دوري الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام ضيفه ليفربول 2-1 أمس الثلاثاء في مباراة الإياب. وتعرض غوارديولا للطرد بعد اعتراضه على الحكم الإسباني أنطونيو لاهوز لعدم احتساب هدفا لفريقه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. وقال غوارديولا: قلت أنها هدف عندما مررت الكرة إلى ليروي ساني ولهذا طردني. كانت النتيجة ستختلف لو أنهينا الشوط الأول متقدمين 2-0.
أبدى إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام روما الإيطالي أمس الثلاثاء وخروج الفريق من منافسات دوري أبطال أوروبا. وتمكن روما من تحقيق الفوز على برشلونة 3-0 في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا. وكان برشلونة فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا 4-1، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه ليصعد روما للدور قبل النهائي، مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، حيث أن مجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-4. وقال فالفيردي أن لاعبي روما اعتمدوا على الضغط العالي من منتصف ملعبنا، وهو ما صعب الأمور على الفريق للعب بطريقتهم المعتادة. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية مع الأهرام. الأهلي يتابع الترجي قبل المواجهة المرتقبة في دوري الأبطال. الأخبار، الخميس فحص طبي أخير لسعد سمير. الوفد، الأمن يسمح بحضور 4000 متفرج للقاء الأهلي والداخلية بالكأس. وفي الشروق، صلاح محسن يتخلص من الإجهاد ويستعد للمشاركة في المباريات. اليوم السابع، البدري، نتسلح باحترام المنافس للهروب من مفاجآت الكأس. الوطن سبورت، رامي ربيعة يطير إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجي. فيتو، اختبار طبي لأزارو اليوم لحسم مشاركته أمام الداخلية. الفجر، عبد الحفيظ، لم نطلب قطع إعارة حسين السيد مع الاتفاق. في الجول، الأهلي، التجديد للبدري مسألة وقت وغالي يعتزل 11 مايو. مصراوي، البدري سأمنح الفرصة لبعض اللاعبين أمام الداخلية ونريد تفادي مفاجآت الكأس. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، قدمتها لكم آية لطفي. دمتم في أمان الله.